حمدو. شو بدي؟ بدي اطلب منك طلب وبترجاك توافقني عليه. كتراني طلباتك الايام. ايه صحيح، لانه معيشني على ريش نعام. هلا بلا تفتيق، قلي لي شو بدك واختصري الطريق. بدي منك تطلقني. نعم؟ مثل ما سمعت، عم بطلب منك الطلاق. استغفر الله العظيم يا ربي، لك شو جنيتي ولا ما عدتي استحيتي؟ جنيت استحيت؟ انسالي هالكلمات هلا. وانزل على المحكمة قل له مرتي بدها تتطلق. ولك بدك تفضحيني انت؟ لك شو صار لك على غفلة جائرتي؟ سأل حالك. عم بسألك جاوبيني قبل ما أقوم لك وأعمل لك اللازم. حاجتك بقى تبهدل وتعيط وبغير هالمسلة خيط. ويكون بعلمك يا شهم يا كريم اليد يا غيور يا خفيف الدم إنه أنا بسببك صرت جقرة، وقلة ثقتك فيني خلتني أتجرى. بس لا تنسى إني حرة بنت حرة. إيه حاجتك بقى حكي وأفلام؟ قومي نامي وخليني حط راسي ونام، بكرة عندي سفرة على النبك. قومي قبل ما أنزل فيك حشك ولبك. هيك عم تقول؟ طبعاً. بسيطة يعني، لساتك مصمم على السفر؟ إيه نعم، عندي تجرة. صحيح مو محرزة بس لابد من هالسفرة. وكم يوم بدك تغيب يا مرضي والديك؟ 3 أيام. اشتقتيلي من هلأ ما هيك؟ اشتقتيلي، بعرفي اشتقتيلي صفية، بعرفي. يا حاجة بقى بلا سماجة، يعني ما بدك تطلقني مو هيك؟ كتير فاقسة بتمك كلمة الطلاق. بس ويني؟ نجوم السماء أقرب لك. ويا ترى هي أول مرة بسافر فيها؟ لا، إله بالعادة سافر. فهمنا. وبعد ما سافر؟ هو سافر من هون وأنا بلشت شغلي من هون. وحمده كان بالإضافة لبخله وشرشحته وقلة عقله ومسخرته، كان عصبي مثل القرود وطبعه مثل البارود. إيه، وشو عملتي أنت بغيابه؟ بنفس اليوم اللي بده يرجع فيه حمده على البيت، عملت ببيتي حفلة مطنطنة، فرقة موسيقية ودبك ورقص وشيطنة، وكل موسيقي شواربه بوشه رطل وعلى راسه طربوش مثل السطل. وقعدت أنا بين هالموسيقيين وما خليت وما بقيت، ولأم كلتوم ولور دكاش غنيت، وصارت لكم عراضة بهالبيت، وعزمت الجيران كلهم هنن ولادهم، وصار عندي ليالي ملاح لوش الأصباح. وبينما أنا عم غني بكرة السفر، حمدو أفندي حضر. يا جماعة، قبل ما غني أنا رح تسمعكم جارتي إلهام هالغنية. Thank you.
صفية وبدها تغني لنا غنية. بكرة السفر، بكرة السفر، بكرة السفر، بكرة 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 السفر، بكرة السفر، بكرة السفر، بكرة السفر، بكرة 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 السفر، بكرة السفر، بكرة السفر، بكرة السفر، بكرة 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 السفر، بكرة السفر، بكرة السفر، بكرة السفر، بكرة 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 السفر، بكرة السفر. ولك يخرب بيتك يا صفية شوهر. لا تجعر فيني، انت من اول ما تجوزتني بتعرفني بحب الطرب، هالشباب الحلوين موهوبين، شي من حمص شي من حلب، بس شهادة لله ما فيهم واحد قليل أدب. فقلت لحالي يا بنت، انتي وحمدو بتمتازوا باللطافة، بقى ليش ما بتشجعيهم مثل وزارة الثقافة؟ بس هالشاب غمزني وطلبني ليتجوزني، ما بيعرف اني علي الطلاق. مالك قاعدة ببيتي ولا دقيقة؟ أنو دقيقة؟ ولا ثانية؟ لعما لك كأني متجوز غانية. عم تطلقني يا حمدو؟ لك روحي وانت طالقة بالثلاثة يا فنانة، لك كل شيء إلا الشرف يا فلتانة. الله يسامحك. لك ما عم صدق عيوني، لك معقول تعملي هالشيء ببيتي يا صفية؟ وقعدتيني بين 30 رجال مثل شفيقة القبطية، وشعرك مدندل على ظهرك مثل الجنية. خلصت حكي؟ ماشي الحال. يا جماعة وصلت القصة للقفلة، شلحولي هالطرابيش وجاكيت هالبدلة. لك شو هاد؟ يا عبشو منك، بس كانت هي أحسن طريقة لأتطلق منك، يلي ما في رجال بهالكون أحسن منك. بكرة السفر، تررن تررن، بكرة السفر، بكرة السفر، بكرة 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 السفر. حلوة 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 كتير. وهيك جوز ظالم ما بيلبق له إلا هالتدبير. طبعا، لأنه الحرة لما بيندعس لها على طرف مثل اللبوة بتصير، ومثل الثعلب بالحيلة والتفكير، ومثل الحية ناعم ظهرها العاري وبأنيابها السم الهاري. عجبتكم قصتي؟ يا أختي جوزك بفور الدم، بس حلوة قصتك، يسلم هالدم. من اليوم ورايح لا تتجوزي إلا اللي شاريكي، وإلا ألعن من هيك رح يصير فيكي. طبعاً، لأنه أصل الجواز التفاهم والمناغشة والتناغم. شوفوا التانية شوفوا، نحن هربانين من الثقافة وعم تحكي مثل شيات الثقافة. ولك لا، بس ما لازم يجينا باسم الجواز، رجال بيضرب جواز. المهم هلأ إجا دورك يا بديع الحرداني لتحكي لنا قصة حردك من جوزك، ولأمتى بدك تضلي منه هيك زعلانة وبارمة بوزك؟ اسمعوا التانية اسمعوا، أنا بارمة بوزي. طيب لا تزعلي، شفتيرك. شفتيري؟ طيب برطيمك. هلأ لا تفوتي معها بالمفردات، حكي لنا قصتك وبلا هالمناغشات. آخ آخ، وكل آخ بتطلع من صدري مثل دقة المنفاخ. قصتي يا صفية قصة مرة شقية. وينك مليحة؟ أعطيني قطعة ملبن لحتى تحت سناني، أو شقفة قصب مص لرطب لساني. خدي بديعة بقى وخلصيني. هاتي. بتعرفوا ليش أنا يحزركم مرة شقية؟ لا ليش؟ لأنه جوزي ماله ثقة فيي. ييه طلعت معي لبنانية. لك حاجة بقى بديعة، حاجة تتمقطعي فينا. أنا ما عم بتمقطع فيكي، أنتي بتعرفي إنه جوزي أبو النورة شغيل وشاطر، بيعاملني ضربي على الحافر وضربي على النافر. شلون يعني؟ يعني ما بعرف إن كان بيحبني ولا بيكرهني، لأنه كل شي بيحصل معه بيخبيه عني، يتحورق وعلى أرؤوز هالبحرة يتخوزق. عيب تحكي عنه هيك، لساتك على عصمته.
صحيح، وعلى جبيني حاطط ختمه وبصمته. المهم جوزي ابو نورس مثل ما بتعرفوا مرابع بستان، وبالمواسم بيشتغل ضمان، يعني بالصيف بيضمن مشمش وتفاح ورمان، وبالشتاء ليمون ويوسف افندي وبرتقال. وبذات الايام الصيفيه كان الهواء عليل والطقس جميل، وكنت قاعده بالعليه عم امي عباميه ويبس ملوخيه، وجوزي سارح بالبريه عم يحش البقدونس والنعنع وعم يلقوت من على كتف النهر كم ضفدع. وانا مالي دريانه بشي، مبرطعه وشبعانه بعد اكله محشي. امنتي بالله، امنتي بالله، تراري راري من نور جمالك، آية من الله. امنتي بالله، نور جمالك نور عجيب. يعطيك العافية ابو نورس. لازمك كورس. أهلين وسهلين، لك زمان ما شفناك يا أبو زكي. هلا لشو كتر الحكي؟ ما بتعرفني إنه أنا حمار شغل وما عم بفضى صير بني آدم؟ الله عليك يا أبو زكي وعلى حكيك، هو صحيح ما بيتاخد برأيك، بس حكياتك مسخنين. ولك شبك من على بكرة الله نازل تلويص بهالطين؟ شو بدي أعمل يعني؟ شغلت كل يوم عم حش الفصة وعم عشي بالمسكبة، هي هي كل القصة، والشغلة صايرة متعبة. لك شبك أبو نوراس؟ لساعتك شاب، من هلأ بلشت تنق؟ لك إيه خلاص، راحت علينا وانكسرت إذنه للحق. الخلاصة، بدك مني معاونة؟ لا، ما بدي إلا سلامتك. لكان وينك؟ عند الغدا منتغدى سوا، معي زوادة مرتبة، عزيمة ما صحت لحدا، ومناكل عند المصطبة. تشكر يا أبو زكي، روح تهون هلأ، بكير لسه عالظهر، وبس خلص تعشيب بجيب زواتي وبجيك. الله يعافينا ويعافيك. ابقى الحقني خاطرة. الله معك، مع السلامة. لا دا معي كافة وطافة النار، ولا الحبيب ولا الحبيب ولا الحبيب، قلبه على أيه أروح لمين؟ إيه، شو هذه العرق بالمحفار؟ كأنه جرة فخار. إيه والله، هاي فخارة صغيرة، يا ترى مين دافنها بهالديرة؟ أحليين تكون طميرة. والله باين أنت تقيلة، شو يعني فيها ذهب؟ لا، وتمها مسكر بالطينة وكسمة مثل اليقطينة. يا للعجب والحيرة، جرة ذهب صغيرة. ذهب يا ناس، ذهب يا عالم، ذهب يا روح. ذهب ذهب ذهب، والله ويلي اسمه الله ذهب. ذهب يا هو، ذهب يا امل، ذهب يا عالم، ذهب والله ويلي اسمه الله ذهب. ذهب يا ابو زكي. خير خير، هلا تلقتك بعقلك، شبك عم تصرخ مثل المجنون. هنيني يا ابو زكي هنيني. وعلى شو بدي هني؟ على اللي صار فيني. شو صار في؟ لقيت جرة ذهب يا ابو زكي. شو هالحكي؟ مثل ما عم اقول لك. هيم شوف ورجيني. اي والله صحيح، هذا ذهب رشادي من عهد السلطان. قولك هدول اللي بيشتروا لي بستان؟ ولك بيشتروا بستان وجوز فدان، وبتحفر بير وما بتمطر العدان. أمنتوا فيك يا ربي، شو كبير عطاني على هوانيتي. خد خد. شو ها؟ ذهبة تستاهل، خدها. لا لا لا، أنا ما باخد مال حرام. لا لك شلون مال حرام؟ هالمال مالي أنا، لقيته يعني ماله صاحب. شو هالحكي؟ شلون ماله صاحب يعني؟ فهمني. طبعا ماله صاحب. لا يا ابو نورس، لا، هالذهب الدولة صاحبته، وكل شيء باطن الارض الدولة مالكته،
الشغلة معروفة. هلأ لا تنزعلي مرائي وخليني مروق. على عيني. شو بدك تعمل بهالذهبات؟ والله ما بعرف يا أبو زكي، ما بعرف. خايف فوت على البيت فيهن تقوم تشوفني أم نورس حاملون تعمل لي زيطة وزنبليطة وكاني وماني وتفضحني بين الناس. طيب وأنا التاني؟ ما بتخاف إني أفضحك؟ أنت رجال يا أبو زكي وبتعرف تصون لسانك وبتفهم. أما النسوان بلساناتهم مبلطة أرض جهنم. يعني ما رح تقلا لأم نورس على الكنز؟ لا، أم نورس مو معودة على العز وطموحات رخيصة، وخايف يفلت لسانها وتتحش لي هالبصل بهالرز وتلوص لها شي تلويصة. لا والله أم نورس مو هيك. ولك أخي إذا دريت أم نورس بالمصاري أبدها تنق علي إجباري، يا أما بتجيني عالناعم ومثل القطة بتنوي، وإذا طناشت بتعمل لي اللازم ومثل الديبة بتعوي. هلأ أختي أم نورس هيك؟ ها، قال يعني ما بيعرفها. بعرفها، بس أنت غلط عم توصفها. طيب، ما فيها شيء، أنا رح أعمل معها تجربة، إذا نجحت فيها بحكي لها القصة وما فيها. لأنه مثل ما عم تقولي أبو زكي، إذا دريت الحكومة بالذهبات بتأخذهم وبصفع الحصيرة لا طويلة ولا قصيرة. بقى شو رأيك؟ مثل ما بدك، أنت حر. بس أنا متأكد أنه أم نورس بتحفظ السر، وفوق هيك أمينة وما بتفشي سرك ولو كان عندك من الذهب خزينة. بعدين بتحبك، ولو ما كانت بتحبك ما كانت تركت المدينة وسكنت معك بالبستان برات المدينة. أنا مرتي بزمانها أودعت عند مرتك سطل أطران، ما لحست منه المخلوقة ولا لحصة. بقى أحكي لها سرك وما رح تسمع منها ولا همسة. لا فعلاً هذا جوزك أبو نورس ما له حق. طبعاً ما له حق. ليش؟ لأني أنا بحفظ السر، خاصة إذا بيلحقنا من وراء إفشاء الشر. وأنا من جهتي بحفظ السر وطالعة بهالشغلة لأمي، يعني ببخل بريقي على الفولة يلي بتمي. وأنا هيك، وأبو نورس ظانني غير هيك. المهم هلأ شو صار؟ آخ، بعدين يا حبيباتي وبليلة من الليالي كنت نايمة بفرشتي، وأبو نورس عم يحوس ويلوس فوق راسي، شي بيشعل الضو شي بيطفي الضو وشي بيقرقع بالتناك، وما كنت أعرف شو حكايته. أبو نوراس حاجة بقى، حاجة تحوص، طفيلي الضو. فكري افتح الشباك حتى يبرد الجو. لا لا أبو نوراس، اوعى تطير لي الناعوسة واوعك تفتحوا للشباك، مبارح حرصتني الناموسة. ايه على عيني، على عيني وراسي. صباح الخير. شو أبو نوراس، شايفتك اليوم فايق قبلي. ايه والله يا أم نوراس، تركيني بهمي. خير شبك أبو نوراس؟ ماشي الحال. شبك احكي لي، في شي؟ نعم. وقف حكي لي، شو في أبو نوراس؟ خليت لي قلبي، شو في؟ ما في شيء. شلون ما في شيء؟ جوزي وبعرفك، بالله حكي لي شو في. لك اتركيني بهمي، ما في شيء أعمل لك. أبو نوراس حلفتك يمين برب العالمين وبالغوالي، احكي لي ولا تشغل لي بالي. بخاف إذا حكيت لك تحكي اللي بدي أحكي لك يا للناس. ليش اللي بدك تحكي سر؟ إيه نعم. وشو هالسر بعيد الشر؟ أنا يا بديع سري كبير كتير. طمن وأحكي، كأنك لحشته كبير. وبترجاكي لا تحكي لحدا مهما يصير. ما بحكي، بس أنت أحكي، قلقتني. أنا يا مستورة كل يوم على بكرة عم يحصل لي أمر غريب. مو غريب إلا الشيطان. وشو عم يحصل معك بقى؟
شايفة هالبيضة؟ شو هالبيضة؟ بيضة وز؟ لا. بيضة بط؟ لا. بيضة نعام؟ كمان ما حزرتي. الحق بإيدي ما أحزر، غريبة كتير هالبيضة. بيضة شو هاي؟ بيضتي. لا تعبسي بوشي يا بديعة، لأنه حالتي بشعة كتير وفظيعة. ما فهمت عليه؟ لك يا بديعة، أنا عم بيض. شلون شلون؟ شو قلت؟ هاي هي الحقيقة، كل يوم عم فيق عم لاقي بيضة تحت مني بالفرشة، وعم تصيبني من حالة الدهشة. بيضة بالفرشة؟ مثل ما عم قلك. ومن أين تصار لك على هالحالة؟ 4 أيام وبيضاتي ليكم بالسلة. فعلا هالشي مثل السحر يا ابو نورس، مع انه ما لنا على البحر، بس هي البيضه مثل بيضه النورس. مشان الله دخيلك دخيلك يا ام نورس، ما بدنا مشاكل وما بدنا فضايح، لا تحكي لحدا واعملي جهدك تنسي بكره يلي قلت لك يا امبارح. على عيني رح انسى، بس بيضه وشلون عم تبيض جنبي بالاوضه؟ مشان الله انسي كل شيء اعتبارا من هاللحظه. نسيت. نسيتي؟ خلص نسيت. متاكده؟ متاكده. طيب بدي اسالك، شفتي البيضة شي؟ شو قصدك؟ عم بسالك جاوبيني، شفتي البيضة شي؟ لا شفت بيض ولا شفت دجاج. انا بيض شي؟ اعوذ بالله، انت لا بتبيض ولا بتحيض. لمحتي الخاروف؟ لا شفت صوف ولا خاروف. شفتي الجمال؟ لا شفت الجمال ولا الجمال. سمعتي شي؟ لا سمعت ولا شعت. لاحظتي شي؟ من امتى كنت لاحظ انا؟ عظيم كتير، وبهالصورة عجبتيني، وبتمنى تضلي ساترتيني على بين ما اشوف شي حكيم مارس، بركي فقسوا البيضات وصاروا نوارس. ولا يهمك يا روحي ولا يهمك. بس بترجاكي بديعة، لا تبيعي سري برخيص. ولو ولا توصي حريص. أما هاي قصة غريبة وحكايتك يا بديعة والله عجيبة. أما هاي سمعة، رجال ببيض فعلا الشغلة فيها أحراج. بس يمكن هذا مريض أو انعدم من مخالط الدجاج. إيه المهم، وشو صار معكم بعدين؟ وبعدين يا ببو العين تقلت علي الخبرية وراسي ما حملني، مع أني أنا وعدته بالسرية، بس هالسر كان أكبر مني. يعني صار معي مثل اللي قالوا لك خدي دقبة وسكتي. قالت لهم لا، حط دقبتين وبحكي. ليش شو عملتي؟ خلوني بالأول اتنهى وديروا لي وشكن على هالمشهى. يا ام صالح، ام صالح. نوراس اهلين. مرحبا ام صالح. اهلا وسهلا ومرحبا. نورك ولا ضو الكهرباء؟ لا انا بشتغل على البطارية. اميت اهلين بام نوراس، طمنيني شو اخبارك، كيف حالك؟ الحمد لله انا اخباري كويسة، بالليل بالحس عسل وبالنهار باكل هريسة. العمر كله ان شاء الله. شو طبختي اليوم؟ خبازة مع الكزبرة والتوم. وانتي؟ يا ستي انا طابخه مفركه كوسه وفاسي على وشها بيض. بيض؟ ايه بيض. ليش ناقصتي؟ اخ يا اختي. خير؟ شو بكي؟ مالي عرفانه شو بدي اقول لك. احكي ولا تخافي. اخ بصراحه متكرك بهاليومين. ليش لا سمح الله انت متخانقه انت ابو نوراس؟ لا هي الشغله صار بدها قعده. تفضلي ام نوراس. ايه ستي هاتي لشوف، احكي لي. خايف احكي لك تفشي سري. ليش اللي بدك تقولي سر؟ ايه والله سر وما بيسر. خير بالصلاة على النبي، شو هو؟ رح اقول لك، بس يا ام صالح السر خليه بين اثنين، ما بدي بكره اسمعه من 2000. إيه لا ولو انت التانية، ايش شايفتيني منخول؟ انا السر ما بطالعه من صدري بعد ما يدخل. كتير حلو، وهذا عشمي فيكي. هاتي لشوف. هذا يا ستي جوزي أبو نورس عم يبيض. شلون شلون؟ ما سمعتك. أبو نورس يومية عم يبيض بيضة نية. قل هو الله أحد. ما بزل عليك، وصار له على هالحالة 4 أيام. وشلون عم يبيض يعني؟ مثل الجاجة بلا معنى، بفيق بيلاقي فرشته بيضة. قل أعوذ برب الفلق، ليكون عم ينيم جنبه جاجة؟ لا هو نفسه اللي عم يبيض. طيب شلون هيك؟ ما بعرف، مو بعلمي ولا بخبري، والمسكين كتير خجول من حاله ولا عم يصدق يلي عم يجراله. يو اضرب عليك وعليه يا بديعة، والله زعلتيني على الخبرية. تشكري يا أم صالح، هذا لأنك بتحبينا وبتشعري فينا،
بس بترجاك يا أم صالح لا تفضحينا. ولو أنا بعرف شلون أحبس لساني، وبعمره ما فلت مني ولا بعمره رماني. طول عمرك أصيلة. شو رأيك بنفس أرجيلة؟ يلا. شو هالحكي؟ الله وكيلك، هالشي من مرته سمعته، وما في شي من عندي جبته. أبو نورس ببيض؟ إيه، قال كل يوم الصبح ببيض خمس بيضات. العمى، خمس بيضات؟ لك جاجتنا يلي هي جاجة، إذا باضت باليوم بيضتين مشان صحتها من إلا حاجة. إيه، البيوت أسرار يا خديجة، والله يستر أبو نورس من النتيجة. عشر بيضات؟ هذا بس بالنهار، وبالليل عشرة قديش صاروا؟ عشرين بيضة. صوري 20 بيضة عم يبيض باليوم هالمعتر. يو، ايش وحدة داعي عليه؟ ما بعرف. دخلك، وين عم يروح بهالبيض هذا كله؟ هذا اللي نفسي أعرفه، بس وينك؟ لابد ما يجي يوم وأكشفه. ويا على قامتي، 50 بيضة؟ ايه نعم 50، 50 بيضة عم يبيض هالمسكين. يمكن لأنه ما عنده أولاد، والله ما طعمه نورس. قام سبحان الله، باض وفقص. إيه. الله وحده العليم. وقال بخميس البيضات عم يبيض قدهم على مرتي. يه، يعني 100 بيضة؟ ايه نعم 100 بيضة يا زينب. العمى، 100 بيضة عم يبيض؟ يا لطيف، 120 بيضة؟ وخمسين بيضة عم يبيض؟ لو كنت محله لأصبحت مريض. وبعدين مشي الخبر بالبلد كأنك سلمتي السر لولد، والكل صار يتمسخر ويتفقس. شو يقولوا يعني؟ الشريد اللي يقول لي قداش بعده سلة البيض يا أم نوراس، وغيره بيقول لي إذا بدكن تخزنوا البيض لا تخزنوا فوق بعضه بفقس. إيه وإنتي؟ أنا مصدقة جوزي بس من دهشة. وهو؟ هو صار يبهدلني ويتهمني، بعدين وقع مريض وقالي لولاكي ما عرفت العالم بإني عم بيض. طيب وبعدين؟ بعدين يا ستاتي الكرام وصل الخبر لقاضي البلد، استعجب كتير الزلمة وبعت ورا جوزي ليعرف شو حكايته. مولانا القاضي، مولانا القاضي، ابو نورس البياض اللي شرب بالمسؤول. خليه يدخل. السلام عليكم مولانا القاضي. أهلين أبو نورس. بكم مولانا القاضي. شو جايب لي سلة بيض حتى ترشيني؟ لا وحياة ديني، بس بلا منقود سيدي القاضي، أنا بإيش متهوم؟ أنت مالك متهوم بشي، بس قال إنك عم تبيض 200 بيضة مثل الجاج. بقى شو القصة؟ سمعني إياها وفهمني. وباعتباري وسيلة إنتاج بدها الدولة تأممني؟ لا لا، ما في شي من هاد، بس هالظاهرة غريبة خلتني جن، وما سمعتها بحياتي لا من إنس ولا من جن. بقى عود وحكي لي وخود راحتك. وبصراحة خايف كتر البيض يأثر على صحتك. يا سيدي الله يخليك ويديمك، القصة كلها مبالغات وما فيها بيض ولا ما يحزنون. الله وكيلك شائعات، وكل مين صدق مجنون. هلأ بلا تلبسي أبو نوراس، إن سألتك بتجاوبني وما سألتك بتخرس. يا سماحة القاضي، يا صاحب السماحة، قسما بالله أنا مالي عم بيض، يعني برام المسألة بعقلك، معقولة بيض وأنا بني آدم مثلك؟ لكن شو هالخبرية عنك اللي ملي البلد؟ يا سيدي رح قلك، بس يعني يا ريت هيك تعطوني منديل الأمان ولا تحاسبوني على الذي كان.
احكي ولا تخاف، عليك الامان. وما بتحبسوني يا سيدي؟ احكي ولا يهمك، سماحتي مشهور عنها العدل. طمنتني يا سيدي. هذا يا صاحب السماحة، أنا فلاح ومهنتي الفلاحة. كنت عم بحفر بالبستان حد شجرة الرمان، وما شف لك إلا هالمحفار علق بإذن جرة ذهب صغيرة ملفوفة بكيس خيش مهرهر عتيق. من فرحي عقلي طار، ونويت أحكي لمرتي شو صار، بس خفت يا سيدي ما تحفظ السر، لأنها على طول بتقر وبتبر، وبتنسى الخبر الحلو وبتحكي الخبر المر. فقلت لحالي يا ولد اكذوب عليها كذبة حتى تمتحنها وقلها إنك عم تبيض. فإذا كانت حفظت لسانها ولزمت الأدب بحكي لها عن جرة الذهب. قامت المخلوقة نشرت الخبر بين كل الخلق والبرية كأنها وكالة صحفية، وهي هي كل القضية. وتفضلوا، هي جرة الذهب ملفوفة بالصرة، وأنا بعتبر حالي ما لقيتها بالمرة. هيك لكان. قسما بالله ما بزل عليك. فعلا يا أبو نورس، قصتك عجيبة بالباطن وبالظاهر، ولازم تنكتب بالتاريخ المعاصر. أمرك يا سيدي. لكان خود هالجرة، أنت أولى من الحكومة. أنا أخذ الجرة؟ ظاهر إلك مقسومة. طيب يا سيدي، تفضلوا يا سيدي، هي كمشة ذهب بدون عد. ولك عم ترجيني يا وغد؟ بشرفي هلأ بحبسك وبخمد أنفاسك وبحطم إحساسك. طيب يا سيدي طيب، سامحوني دخيلكم. روح انقلع من وشي العمى، مو ناقصنا إلا نرتشي. قلت لحالي يا سيدي بركي بتشترولكم بغلة، أحسن ما تروحوا لبيتكم مشي، لأنه هيك عم يصير بالقاضي، وجاهة يا حسرة على الفاضي. يلا انقلع من وشي أوام قبل ما صادر لك الذهبات. حاضر يا سيدي، أمرك يا مولانا. حاضر يا سيدي القاضي، تكرم. الله يخلي لنا اياك، الله يدير لنا اياك. طيب شو اللي خلاكي تحردي طالما صرتي غنية ومسعدة؟ يعني صار الذهب عندك بالخزانة وفوق منه حردانة؟ لك يضرب الذهب وساعته إذا كان جوزي بده يكذب علي ويحل سألته. على كل حال اسمعوا شو اللي صار. أش؟ أنا يا أبو نورس؟ أنا طالعني كذابة؟ لك مو مسألت كذابة، بس أنت لسانك حاكمك، مو بإيدك، هذا طبع النسوان. وأنت ضروري تخجلني قدام مين من كان؟ انت خجلتي حالك بايدك، انا ما قلت لك افشي سري. العمى قال شو؟ جوزي عم يبيض. لا وشو بتقلي مدعاس بصوتها العريض؟ يا ترى جوزك بيحيض قبل ما يبيض؟ يا خجلتي ويا كسفتي منك يا ابو نورس. المهم يا ام نورس، هلا صرنا غنايا وصار لجحي سرايا. تضرب المصاري وساعتها، قسما بالله مالي قعدت لك بهالبيت دقيقه وحده. وين بدك تروحي يعني؟ لبيت اهلي. يعني بدك تحردي؟ مثل ما بدك احسبها، يا لئيم يا ردي. لا يا بديعة، انت بهالتصرف مالك حق. ليش بعدي؟ شو انا مالي انسانة ولا ما عندي كرامة؟ ايه بس الحق عليكي، انت اللي خليتيه يكذب عليكي. هو هذا عيبي، لساني مثل المقص، بخاف انبلعته بحلقي اختنق وغص. بدك رأيي يا بديعة؟ هاتي لشوف. الصراحة انت مالك مظلومة، يعني عليكي نص الحق وعلى جوزك النص الثاني. شوفي الثانية. يلا في حدا؟ مينو هاد؟ يمكن أخي أبو دياب لأنه معه مفتاح باب الصاع. فوت أبو دياب فوت. السلام عليكم. كأنه أبو نورس. أبو نورس؟ هذا أنت أبو نورس؟ أي نعم، وبصراحة جاي أخذ الحرمة لأنه البيت بلاها عتمة. وليش لحتى تاخذني؟ طالما صار معك مصاري طلقني وروح اتجوز. اتجوز؟ يعني ما أحلاني بعد ما ختمت كتاب القراءة بلش من أبجد هوز.